أدوية ومضادات حيوية موجودة في معظم البيوت، بدل ما تساعد المريض على الشفاء ممكن تؤدي لوفاته. حذرت منها هيئة الدواء المصرية وطلبت بالتخلص منها فورا. فإيه هي الأدوية دي وإيه التفاصيل؟ ضل هنوضحها لحضراتكم في تغطيتنا دلوقتي. هيئة الدواء المصرية أصدرت تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة ومقلدة في السوق المصرية، وللأسف الأدوية دي ممكن تكون موجودة في عدد كبير من بيوتنا، والأدوية دي خاصة بعدة أمراض زي جرثومة المعدة وسرطان جدار الرحم والتهابات البروستاتا، بالإضافة للمضاد الحيوي. هيئة الدواء المصرية حضرت في المنشور رقم 17 لسنة 2023 من عبوات مقلدة من مستحضر تافانيك 500 ميلي جرام، وأيضا جميع العبوات الأخرى اللي بتتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة. ويعتبر هذا الدواء من المضادات الحيوية اللي بيصفها أطباء المسالك البولية لعلاج التهابات البروستاتا، ده غير إنه بيستخدم في علاج العدوى اللي بتصيب الجهاز التناسلي وأيضاً جرثومة المعدة. وفي المنشور رقم 18 لسنة 2023 حذرت أيضاً هيئة الدواء من العبوات المقلدة من مستحضر أوكسي بروجست فيالا من تصنيع شركة أكديما، وبيستخدم الدواء كوسيلة من وسائل الحمل الهرمونية، بالإضافة إلى أنه بيستخدم لعلاج النزيف الرحمي غير الطبيعي وأيضاً سرطان بطانة الرحم. وقالت الهيئة أنه من الممكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضرات، وذلك بناءً على شكل العبوة والوجه الجانبي لها والشريط الداخلي للدواء. فعادة ما تحذر هيئة الدواء المصرية من انتشار أدوية غير مطابقة للمواصفات من وقت لآخر، وسط جهود حكومية لتنفيذ حملات تفتيشية على الصيدليات لتخوفا من احتواء سوق الدواء المصرية على أدوية غير مطابقة للمواصفات العالمية، لأن هذه الأدوية المغشوشة إذ لم تؤدي للوفاة كما في حالة المضادات الحيوية التي تسببت في موت عدد من المواطنين في الفترة الأخيرة، فإنها ستؤدي إلى مشكلات صحية أخرى في جسم الإنسان. وكان قد أكد مجلس الوزراء سابقا في بيان له أنه لا صحة لانتشار أدوية مغشوشة غير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات، وشدد في بيانه على أن جميع الأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية والتي يتم تداولها في الأسواق آمنة تماما وفعالة وذات جودة عالية وأيضا مطابقة لجميع معايير ومتطلبات التصنيع وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وبتخضع جميعها لعملية فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة. وأشار إلى أنه يحرص على تكثيف متابعة الأسواق لسرعة ضبط أي تشغيلات مغشوشة وتحريضها بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة مع تنفيذ حملات تفتيشية بشكل دوري على مختلف الصيدليات بجميع المحافظات وسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة للتأكد من سلامتها. أعزائنا المشاهدين، بكده تكون انتهت تغطيتنا، والمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.